آخر الأسبوع المقبل يفترض أن تنطلق القافلة الأولى من النازحين باتجاه الأراضي السورية، وتحديداً إلى المناطق الأكثر حساسية خلال الحرب السورية، ومنها القصير في ريف حمص والغوطة الشرقية في ريف دمشق. وبذلك تدخل الخطة التي أطلقتها حكومة ميقاتي حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى إعادة 15,000 نازح شهرياً. وقد أوكلت تفاصيلها بمفاوضات وترتيبات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فماذا عن المخاوف الأمنية ونقطة الانطلاق ووجهة الوصول والترتيبات؟ المرحلة الأولى اللي على أساسها عدنا حوالي 400,000 نازح سوري إلى سوريا عنيد ما قبل 2019 وما قبل وباء كورونا. الآن عدنا لهذه العلية وكل البنى التحتية للقيام بهذه العملية كانت جاهزة أساسا، ومنشان هيك كان في سرعة في التنفيذ. الدفعة الأولى التي هي بصدد العودة اللي ربما ستعود مع أواخر الأسبوع المقبل بحال تسلمنا الكشف الأمني والقضائي من السلطات السورية على هذه الأسماء، نحن بعد استلام الكشف القضية بتاخد معنا 48 ساعة لتنظيم العودة. المرحلة الأولى من الإعادة وبعد تأمين تفاصيلها قد تكون صفارة الانطلاق لأكبر عدد من النازحين، كما وتخفيف الأعباء عن لبنان. فما هي التوقعات المرتبطة بالعودة وأرقامها، وما هي العوامل التي قد تسهم في تسريع العملية أو تعليقها حتى بداية الصيف المقبل؟ أكثر العائدين الآن هم عائلات من عرسال، من مخيمات عرسال، والباقي يعني عددهم بالمئات بالمئات، والباقي من مختلف الأراضي اللبنانية. عندنا أكثر من 1500 اسم جاهزين للعودة في أواخر الأسبوع القادم. يعني هذه الدفعة الأولى من العائدين ستكون مفتاح العودة. بأي معنى؟ بمعنى نحن أكيدين أنه لن يتعرض أي عائد إلى أي من المضايقات، وهذا الشيء تأكدنا منه بعد معاد حوالي 400,000 نازح سوري في الموجة الأولى من تنظيم العودة. في عوامل كثيرة تؤثر على هذه العودة، والعامل الأهم هو العامل الدراسي. أنا أعمل أن يعود عشرات الألف من هلأ لآخر السنة، ونحن من اللحظة اللي استلمنا فيها هذا الملف باشرنا العمل، وأنت كان سؤالك مرتكز على سرعة المباشرة بالعمل، فما بعتقد من جانبنا كان هناك علينا أي ضغط أو أي تأخير في تنفيذ العملية أبدا. هلا إذا في شيء سابق لتكليفنا يبقى هذا الموضوع بين الرئيس ميقاتي والوزير شرف الدين. من جهة ثانية، أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن الوزارة كانت قد عملت مع الجانب السوري الذي أمن تسهيلات وأكثر من 480 مركز إيواء لاستيعاب 180,000 شخص، فضلا عن سلة إعفاءات. وقد بدأ العمل في مخيم عرسال الذي يضم 60,000 نازح، وقد تسلم الأمن العام لوائح ب 483 عائلة في أيلول الماضي، وهي تتضمن أسماء وبيانات كل من يرغب في العودة، ملمحا إلى تدخلات سياسية لتأخير العملية.